تحتضن مؤسسة خالد شومان دارة الفنون بالعاصمة الأردنية عمان، تحتضن معرضا بعنوان تحت النار. المعرض يتواصل حتى 31 من ديسمبر المقبل، ويشهد مشاركة 4 فنانين تشكيليين من غزة، هم باسل المقوسي، ماجد شلا، ورائد عيسى، وسهيل سالم. يتضمن معرض تحت النار أعمالا رسمها الفنانون خلال عام مضى، عام لم تتوقف خلاله الإبادة الجماعية الصهيونية، حيث قدم المقوسي رسوما عديدة شكلت فيها طائرات الموت، شكلت عنصرا أساسيا وآلة تدمير كل شيء في غزة. نتابع. معرض تحت النار هو معرض لأربع فنانين من غزة، أنتجت هاي الأعمال خلال حرب الإبادة اللي بيعيشها أهل قطاع غزة. الأعمال تم إنتاجها بمواد أولية بسيطة، دفاتر مدرسية وأقلام حبر جاف، بالإضافة إلى استخدام بعض الأسباغ الطبيعية مثل الرمان والكركديه والشاي والقهوة وأقلام الفحم وأقلام الرصاص. الظروف اللاإنسانية اللي أنتجت فيها هاي الأعمال بتحمل العديد من المشاعر والهموم الإنسانية، وبتوصف ما بيعيشوا الأهل في قطاع غزة في هاي الحرب. كتبه الفنانين اللي مشاركين معنا عن هاي الأعمال في توصيف لهم إنه هاي الأعمال أنتجت من قطع من أجسادنا، أنتجت بلحمنا وبدمنا، لحتى نوصف اللي بنعيشه إحنا كفنانين موجودين تحت الحرب في قطاع غزة. جزء كبير من هؤلاء الفنانين فقدوا بيوتهم، فقدوا مراسمهم، فقدوا أشياء كثيرة، فقدوا إنتاجهم لسنوات كثيرة، يمكن أكثر من 30 سنة بعض الفنانين فقدوا أعمالهم. جاي بدون أي توقعات، أوكي؟ تفاجأت، معرض جميل يستحق الزيارة جدا، وراح أزوره مرة ثانية بإذن تعالى. أنا شفت ثيمتين بالمعرض، أول واحدة حياة الناس الطبيعية ضمن الخراب اللي موجود، وحياة الناس مع الخراب. حقيقة إرادة الحياة دائما أحسن، دائما قوية. وللحديث أكثر مشاهدينا عن المعرض وتفاصيل اللوحات، تواصل فريق برنامج الضفاف مع المشارك في المعرض الفنان التشكيلي الفلسطيني الذي يوجد في غزة، ماجد شلا، طبعا رغم الظروف الصعبة هناك، وسألناه بداية عن كيفية التنسيق مع دارة الفنون وكيف وصلت أعمالهم إلى عمان لعرضها. الحقيقة احنا شباب غزة اصدقاء لدارة الفنون منذ فترة طويلة، يعني من حوالي 25 سنة تقريبا. كانت دارة الفنون تعقد ورشات فنية بإشراف الأستاذ الفنان رحمه الله مروان قصاب باشي، وكان بيتم اختيار مجموعة من الفنانين الشباب من الوطن العربي ومن قطاع غزة، واستمرت العلاقة مع دارة الفنون على مدار هذه السنوات. بالنسبة للأعمال، يعني تم إرسالها مع المسافرين إلى مصر خلال الفترة السابقة، وتم تجميعها هناك، ومن ثم تم الحديث مع الدارة لكي يتم إنجاز هذا المعرض. ويعني نتمنى أن يكون المعرض يعني ينقل الأفكار والعذابات التي يعني مرت بها مدينة غزة أو قطاع غزة في هذه
الفترة الأخيرة. وصل الفنان الفلسطيني نشاطه الفني تحت عناوين عديدة، فأنت تمارس الحياة كما ينبغي أن تكون، أما صديقك الرسام باسل المقوسي فيرفع شعار أرسم لأحاول البقاء إنسانا. ماذا فعلت بكم الحرب، حرب الإبادة هذه فنيا؟ في بداية الحرب بصراحة لم أكن أستطيع عمل أي شيء بخصوص الفن، حيث في بداياتها تم تهديدنا بالنزوح من البيت ومن المدينة أيضا. فخلال نزوحنا ليلا كانت الأجواء مخيفة جدا ولم نعرف إلى أين نتوجه، ولكن بعد 24 ساعة وجدنا أنفسنا موجودين ما بعد وادي غزة، أي في جنوب قطاع غزة. مرت فترة يعني أكثر من شهر وأنا لا أعرف ماذا أفعل بالنسبة للفن، يعني مش عارف أرسم ولا عارف أعمل أي شيء. فتوجهت إلى مكتبة قريبة من المكان وأخذت بعض الأوراق والأقلام وقمت ب يعني أعمل بعض السكتشات الصغيرة، يعني أحاول بها يعني أن أتخطى الصدمة والجو العام الموجود في القطاع من خلال التعبير بالرسم. ووجدتني بالنهاية يعني عندي العديد من الرسومات، وفكرت أن يكون هناك معرض نقل الأفكار أو نقل ما نشعر به إلى الناس. يعني كانت الأمور صعبة جدا. نعم، الفنان ماجد، يعني ما تعريف الصمود بالنسبة للفنان الغزاوي؟ وهل المقاومة بالفن ما زال لها معنى في ظل حرب الإبادة التي تعيشها غزة؟ يعني أن ترسم وردة، أن تزرع نبتة، أن يعني تنحت في حجر، أن تعلم طفل، هذا بحد ذاته مقاومة، وهي حق مشروع لكل الشعوب المحتلة. مهم جدا ما تقوله، العودة والمفتاح والقدس والمرأة والكوفية هي أبرز الرموز الحاضرة في الفن التشكيلي الفلسطيني. هل أملت الإبادة رموزا جديدة أو أسلوبا مختلفا ربما خاصا بفناني غزة؟ يعني الرموز في القضية الفلسطينية هي رموز معروفة مثل الكوفية والمفتاح والعودة، أسلحة الشائكة، يعني أشياء كثيرة يستخدمها الفنانين التشكيليين خاصة الفلسطينيين، وكذلك غير الفلسطينيين يستخدموها للتعبير عن القضية الفلسطينية. وأعتقد أن هذه المرحلة سوف تنتج أو ربما أنتجت رموز جديدة، وبإمكان الفنانين استخدامها كما سابقاتها لكي يعني يعبروا عن أنفسهم أو عن قضايا مختلفة بأساليبهم الخاصة. الفنان ماجد، ما دور الخيال في أعمالك؟ يعني أنت الذي تتعامل مع واقع الدمار والتنكيل والإبادة، وأيضا هل توثق ما يحدث في محيطك أم ترسم ما يعتمل في داخلك وخيالك؟ يعني دائما أحاول ترك المجال للخيال في أعمال الفنية، حيث لدي مخزون كبير من المواد المتخيلة، مع العلم أنني أيضا مصور فوتوغرافي، أقوم بتصوير كثير من المشاهد، ودائما ما أحاول أن يعني أترك نفسي دائما لتخيل الأشياء وأيضا للتجوال في منطقتي من أجل يعني تسجيل الأشياء والأحداث في الذاكرة، وأنا دائما يعني أعتبر نفسي بارع في هذا الجانب. وكثير من لوحاتي ومعارضي كانت متخيلة وليست نقلا عن شيء معين، وبالأخص في الأشياء التي من الصعب أن تقوم بنقلها أو رسمها، يعني هذا الشيء يعني
ربما يكون له ميزة خاصة في أنا تحديدا. ويعني باستمرار أحاول التعبير ما يجول بخاطري، وذلك بأسلوبي الخاص وطريقتي الخاصة. والأدوات التي قمت بالتنفيذ فيها هي أدوات بسيطة مثل الأوراق وأقلام الفحم والرصاص والأحبار وأشياء بسيطة جدا. هذا هو كل شيء. تحية صمود لك ولصامدين من غزة وفي غزة. من غزة الفنان التشكيلي الفلسطيني ماجد شالا، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا للفريق الذي رتب وصور هذا اللقاء.